بسم الله. عندي هون سبانخ مسلوق وبنزل عليهم جبن كريمي وملح وفلفل اسود وبنخلطهم، وهيك الحشوه بتكون جاهزه. وهلا بنحضر البشاميل. اول شي بذوب الزبده وبنزل فوقهم ملعقه طحين وبنخلط، وبنزل الحليب تدريجيا وبنضل نخلط لبين ما يثقل عنا القوام، وهذا هو القوام اللي بدنا اياه. واخر شي بنضيف ملح وفلفل اسود، بنخلطهم لاخر مره، وهيك البشاميل بيكون جاهز. بنجيب البايركس، اول شي بننزل البشاميل، وبعدين طبقة لازانيا، حشوة السبانخ، جبنة موزاريلا، كمان بشاميل واللازانيا، سبانخ، موزاريلا والبارميزان، وبنضل نكرر الطبقات، واخر شي الجبنة والبارميزان. وهلا على الفرن، وهيك بكون عملنا لازانيا السبانخ.